هي أول محطة كأس عالم تاع لا سيزون 2024-2025 هي تاع لي تري هي أول محطة ما بعد الأولمبياد. يعني هناك لي ميور اتليت مونديوم جايين باش يكونفيرم لا بيرفورمانس تاعهم في الأولمبياد. 36 بلد والمشاركين رانا لحقنا المشاركين واحد فيتا 300 مشارك. على ما يخص الأجانب رانا لحقنا 500 أجنبي راح يكون على في مدينة وهران. المشاركة هذه حتكون غدا إن شاء الله حتقام هنا عندك الخميس وجمعة السبت والأحد. عندك ثلاثة أيام الأولين الخميس والجمعة والسبت والأحد الفردي، ويوم الأحد إن شاء الله راح يكون حسب الفرق. إحنا نطلبوا من الجمهور الوهراني يكون يحضر بقوة، حتكون البوابة مفتوحة والجميع يكون حاضر وحتكون مجانا.